استلم البنات كي دايرين كي دايره اموركم. غبنا عليكم، ولكن كما كتعرفوا يعني لا اله الا الله، هذه كتكون ظروف كتمنعنا اننا نصوروا اننا نوريكوا هذا الشيء. ما كاينش اننا يعني ما كنخدموش، حنا خدامين. بالنسبه للتصوير يعني التصوير شي شويه راه فاسح، راه كيخص شويه اللي يعاونك، شويه اللي بزاف ديال الامور. دابا حنا ما كنلقاوش اللي يعاوننا، ايوا كنعمشوا وقبلوا علينا على هذا التصوير. هذا اليوم جينا معكم فيديو ديال واحد بوليرو او ما يسمى بالريبيكا. صراحه هادو كيجيو زوينين، انا كنخدمهم بلا ليدي، كيجيو فوق مثلا كدرسي تريكو غليظ. هادو بالنسبه لي غلاطات، زعما لبستي سروال وتريكو كتلبسيه فوق سروال وتريكو باش ما كتبانلكش لاطاي. كنديرهم انا بلا يدي، كيجيو الصراحه كيجيو زوينين في اللبسه، وكيتلبسو صافي في الشتا. في الصيف كتلبسيهم فوق شي حاجه رقيقه، وفي الشتا كتلبسيهم فوق شي حاجه غليظه. بالنسبه لي كيلبسو كيعجبهم يلبسو السراول. دونك نفس القاعده، نفس الطريقه. كنجيو لهنا، رسمت بعدا واحد الخط مستقيم، ها هو رسمناه. هادي قاعده خوت تخدمو بها ديما، سواء الرومي سواء البلدي. كنديرو دورة العنق 8 على 2، هاهي سنتيم كيطيح، 8 على 2. كنديرو الدورة ديالنا. هاد السيدة عندها في الكتاف عندها 42 مقسومة على 2، هي 21 زائد سنتيم هي 22. كنديرو الخط ديالنا هكا، كنديرو الخط ديالنا هكا، وكنهبطو من داك التراساج اللي درنا. نهبط شي شويه باش تبان. من هاد التراساج هذا كنهبطو بثلاثة سنتيم، وكنديرو السطر السطر المائل هكا، وكنجيو من هنا من هاد الخط هذا، وكنديرو تاني السطر حيت كتكون هنا زاوية قائمة. من هاد 3 سنتيم اللي هبطنا شحال درنا في الكتاف؟ درنا 22، كنهبطو 22. هادي قاعدة 22، لان داك الهبطه ديال التركيز خصها تجي صغيره شي شويه، ما تجيش كبيره، وسيرتو التوب كيتير. عند هاد السيده هادي عندها 32 في الصدر، كنديرو لها زائد سنتيم هي 33 ونص سنتيم ديال الخياطه هاي. كنديرو النقطه ديالنا من هاد النقطه هادي، من هاد النقطه هادي قاعده كنهبطو ب 15 باش تنال العبار ديال الكرش. ومن هاد النقطه لهاد النقطه كنهبطو ثاني ب 15 باش كنديرو العبار ديال الحوض. دونك عندي هنايا هاد الخط اللي كنحط عليه التركيز، هاد الخط الاول. كنجي هاد الخط الزوج ديال الحزام، ها هو، وكنجي الخط الحوض، وغادي نحط العبارات ديالي. قلنا عندها في الصدر 32 زائد سنتيم ونص ديال الخيط هي 33 ونص. عندها في الكرش عندها 31، غادي نديرو لها 32 ونص. هاهي 32 ونص. وفي الحوض غادي نديرو لها عندها 35، غندير لها 35 ونص. جاتنا هنايا، نتوما فيهاش العرض بزاف السيدة غليظة. الطول غادي نجيو من هاد النقطة هادي،
من هاد النقطة هادي ديال العنق. دينا خص سنتيم هنا نعبرلها. ويا وي حصل لي سنتيم شعري. غادي نعبرو لها ميتو 30. هي نورمالمون عندها ميتو 36، ولكن هاد البوليرو مخصوش يجي طويل. ديرو ميتو 30 هي، ديرو لها ميتو 30. فيها رولاج، فيها كلشي. وضعناها على 4 ياكل، وخلينا هالدار. هذا هو الدار، ها هو هاد لابارتي هادي اللي خليناها زايده ديال 11 سنتيم. ها هي هادي غادي نطراسيو فيها الدوفون الامام. الظهر غادي يجي عباره على الطاي ديال السيده، اما الدوفون يعني الامام هو اللي غادي نزيدو فيه 11 سنتيم، لان البوليرو كيجي واسع. يعني باش السيدة ملي تلبسو كيستر، كيعطيها مثلا المهم كيجي مستور، كيعطيها كرشها، كيعطيها بزاف ديال المسائل. المهم لحد لهنا تفاهمنا. هاد الخط هذا ديال التركيز اللي درنا كنجيو حتى لهنا كاع، كنطلعو بواحد 6 سنتيم هنايا، هكا واحد 6 سنتيم لهنايا، وكنديرو داك الدور ديالنا هكا. قلنا عندها 32 في الصدر، نحاولوا ما امكن ننقصوا منها 3 سنتيم. درنا لها 32 وحطينا لها في الصدر 33، ياك غادي ننقصوا منها 3 سنتيم. 3 هي ديال هاد الهبطه ديال الهبطه، سكيفي كتبقى لها في الدور ديال التركيز 30. هاي عندنا 30، نحطوا 30. انا ما جاتليش 30، فيا ما نكبر ونوصلها 30، ولكن لا حيت التركي تيري انا جاتني في العبار. شوفوا ماشي يعني داكشي اللي قرينا، لا جاتني 30. يعني وكان جاتني قل مثلا 28 او لهذا، غادي نزيد نكبر هاد الدوره، ولكن مادام هاد التركي تيري نادعي باش نزيد نكبر هاد الهبطه ديال التركيز، لان التركي تيري. قلنا واحد المساله يعني ماشي داكشي كامل اللي قريناه اللي درناه في لاطيوري هو اللي غادي نديروه في لابراتيك. هادوك القواعد كيتخدموا كما قلت لكم بالنسبه لي طاي مانكان، كيخدموا لي طاي مانكان هادوك. اما بالنسبه لي طاي الغلاد ولا كلي كتكون عندها لاطاي ديالها شويه وصافي، يمكن ليش نطبق عليها داك القاعده اللي قريت. خصني عيني ميزاني بحال الماكله، كاين كوكوت اللي كتحرق، كاين كوكوت اللي ممكن طيب بلا ما وكتجيك الماكله بنينه. سا ديبون على حسب النوعيه ديال لا كاليتي ديال داك الكوكوت اللي طيبنا فيها، حتى الخدمه سا ديبون على حسب الشكل ديال السيده اللي غادي نخدموا لها او نشدوا لها لابا. ديما عندنا ميزاننا، لان السنتيم واحد المساله تاني، السنتيم راه ماشي ديما كيعطينا العبر هو هذاك. علاش الناس دوك لي ميزون كبار ديال الخياطه ديال لا كونفيكسيون كيديروا لي سياج، كيقولوا لك برومي سياج دوزيام سياج. الا لاحظنا مثلا بالنسبه لدوك لي ميزون ديال الكونفيكسيون راه كيخدموا الكسوه على المانكان، كيشدوها بالفنايت، كيدير الكسوه على المانكان كيشدها بالفنايت، اولا كما كنقولوا بالفوفيل كيشدها بالابره والخيط، وكيدير الغرزه كبيره بواحد الخيط سميتو الخيط ديال الفوفيل، دغيا كيتقطع غلات شي شويه ودغيا كيتقطع باش ملي كيبغي يفسخ دغيا كتستخدموا داك البياسه. راه ما يمكنش مثلا بزاف ديال العيالات كيمشيو عند الخيط، لا ما جابها ليش عبار، لا جابها لي واسعه، لا جابها لي، راه لا سياج هو اللي كياكل، لا سياج هو اللي كيخدم. يستحسن اي وحده بغات تخيط دير لا سياج، دير برومي سياج، دير دوزيام سياج. من بعد الخياط اولا الخياطه منين
ملي كيدير لها لو برومي اسياج دوزيام اسياج المره الاولى المره الزوجه كيكون حافظ لها صافي كيكون ديجا حافظ لها يعني لا طاي ديالها عارف الديفو اللي عندها عارف منين يدخل منين يخرج ما كيطيحش مشكل مع داك السيده. المهم وفونو انا موطون نرجع للموضوع ديالنا دابا صافي حطينا النقاط الاساسيه ما علينا غير نلاقيو الخطوط مع البيبي مع السيو ونمشيو. دونك هاد النقطه هذه مع هاد النقطه يعني هاد النقطه ديال التركيز كنلاقيها مع هاد النقطه ديال الحزام ها هي نخرج هنايا نقطه الحوض التوران ديال الشعره. المهم نكمل من عندي سليمه دابا غنقطعوا لها الطياره ديالنا بسم الله على بركه الله نجيو منها كنجيو لهنا كنقسمو هاد السلية هادي صافي ساهل كلشي بعقلو صافي الدريغ ديالنا سالينا. واحد المسألة خصنا على هاد الجهة ندير كروة هنايا باش نعرف بأن هدا هو الظهر كندير كروة أنا باش كنعرفو بأن هذا هو الدار هذا هو اللي غادي نخدم به كنحيدوه من هنايا ها هو الدوفون ديالنا دابا لاحظتو الدوفون ديالنا كيبان شي شوية عريض لأن الدوفون علاش لعندا صافي كنجي من هاد النقطة ديال من هاد النقطة ديال العنق ها هي في الكتبان ونجي نهبط هكا حيت هنا غادي تجي البلطة خصو يجيني شان ميجيش مديفورمي يجي على حساب هاد العبار هذا نجيو هاك منجيوش بديك اللعبة ديال مثلا هكا هكا لا خصو يجي هكا كتسطري هكا نيشان وكتميلي سي نورمال كتميلي شي كديرو هكا وفوقي إلا ما كتميلي هكا باش متجيش داك تقويص هاديك لابوس هنايا كيجي مكيجيش زوين صراحة ربي تمشي نيشان. كنجي أنا ديما هنا في الكتاف في الدوفون الأمام كنحط واحد جوج سنتيم باش مكتبقاش تهرب ليك صوالا هاهي كيجي بحال نقولو الظهر كيجبد لقدام باش الكسوة كتجي بلاصتها كتجي يعني كتجي هنا في كتجي الكسوة واقفة على الكتف ماشي كتبقى كتهرب. ونجي هنايا وندخل بواحد ندخل شي شويه بواحد سنتيم باش نكبر الدورة نجيبها العبار ديال هاد الدورة تجي 30 سالينا هاد الدوفون ديالنا هاد الدارير ديالنا سالا ما غادي نديرو ليه لا والو غنمشيو باش نقطعو البانبان عندنا هاد التوب هو كيتيري هكا على العرض كيتيري بزاف الطول شي شويه دونك هذيك الباندا باش ما تخرج ليش شكودره غادي نخدمها على الطول نقطعها على الطول عندنا ميتو 30 دونك ستكون ميتو 30 زائد الدوره ديال العلق اللي فيها 9 دونك 18 نقولو 20 ميتو 20 ميتو 30 على 20
كله كاع 150. مابونس نشوف هذا الطول هذا شحال فيه، فيه 107. المهم هي دي زنامات هنا كاين دوبلي لا جوج طونبليه كافيه، ما غاديش نديرها، ندير فيها 10 سنتيم. ما كنخدمها كندوبليه كتبقى لي سنتيم ديال الخياطه، داك الشيء اللي كيعرف السيرو كتبقى لي 4 سنتيم. تجي البردة بهذا الشكل. من بعد ملي نخدموها وغادي نوريوها لكم. نتمنى يعني الفيديو يعجبكم، نتمنى تكونوا فهمتوا. شوفوا واحد المساله، ماشي ملي نجلسوا على الماكينه يعني صافي راه حنا خليناها صافي راه حنا وصلنا، لا ملي نجلس على الماكينه خصك تعرف اش باغي تخدم، شنو باغي تخرج من يدك. انا نعطيك فيها تنقول لك يلاه خدمها، لا قبل ما تخدمها خصك تخيلها في المخيله ديالك كي غادي تخرج. يعني ديما بنادم خصو يخدم العقل ماشي اليدين والعينين. عينك ميزانك، راك راه الصنعه راه كتكون في العينين قبل ما كتكون في اليدين، راه العقل اللي كيخدم والعينين. دابا انا وصلت هادي غادي نخدمها، منين غادي نخدمها مش غادي نشدها ونعطيها للكليان نقول لها هاكي، غادي نلبسها المانكا، نقدر نلبسها انا ونشوف في المرايا كي جاتني واش باين لي شي ديفو او لما باين ليش كاع كاع الا حرفت لي نلبسها المانكا، نلبسها المانكا ونبقى نشوف فيها واش كاين شي ديفو، واش كاين شي عوجيه، واش كاين شي ديكالاج، واش واش بزاف ديال الحوايج. ديك الساعه كتجي السيده نقدر ندوز عليها شويه ديال الحديد، كتجي السيده كنقول لها كيعبري، كتعبر كنشوف تم 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 تم، ندير لها سميتو العطفه ديالها، نحددها لها ندير لها العطفه ديالها ونعطي السيده حويجاتها تمشي بحال هكا صافي، ويا دار ما دخلك شهر. المهم مسخينات بكم، غادي نخليكم في امان الله وحفظه. حتى الفيديو المقبل، انا دابا غادي ندي هاد البيزه غادي نخدمها في المحل حيت راني كنوصل في الدار ما عنديش ماكينه هنايا. الى تحت لي الفرصه غادي ندير لكم فيديو في الحانوت الطريقه ديال الخياطه ديالو. المهم ليسونسييل ملي غادي نجيبو للدار غادي نعلقو على المانكا وغادي نصورو وغادي نقول لكم كي جا. الحانوت عندي صغيره ومع الخدمه ومع هذا ما كنلقاش فرصه انني نصور لكم الطريقه ديال الخدمه، ولكن من بعد ان شاء الله كي نجيب الماكينه ونقد هذا البيت البيت عاد درتو باش كنصور فيه الفيديو. من بعد ملي نقدوه هذا غادي نبان لكم بواحد الحله اخرى جديده. والسلام عليكم، ونتمنى تزورونا في القناه ديالنا باشتراك تعليق زويونا، معليش كيما كانت كيما نقولوا حنايا كنتقبلوا اي حاجه جات من عندكم مرحبا بها، وتعاونونا شويه بلي بارطاج باش كتزيدوا تشجعونا نعطيكم الجديد. والسلام عليكم.